مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بسمة أمل. النهاردة معانا نماذج مشرفة للشباب. زي ما احنا عارفين ان الشباب هو درع الأمة وسيفها وسياجها والذي يحميها من أطماع الطامعين. معانا نماذج مشرفة وناجحة جدا من قيادات الشباب. معانا النهارده الدكتور احمد سعد. دكتور احمد سعد، اهلا وسهلا بحضرتك. احب اعرف المشاهدين بحضرتك. الدكتور احمد سعد دكتور صيدلي بيعمل في مجال السياحه والدعايه والاعلان، مسؤول تنفيذي في حمله 100 مليون صحه في المرحله الاولى في شرم الشيخ، مرشح لمجلس النواب 2020 عندنا في حي الاول والثاني ومركز الزقازيق القنايات. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا القياده الشاب الثانيه نموذج وقدوه للشباب الاستاذ احمد مجدي عبد الرحيم، امين عام حزب المصريين، مركز مدينه ميت غمر، مرشح لمجلس النواب حزب المصريين فردي. فرصه سعيده. اخصائي موارد بشريه. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا عارفين ان حزب المصريين انتم مرشحين لحزب المصريين، وحزب المصريين بيمثل نبض الشارع المصري وبيمثل الشريحه العظمى للشارع المصري الا وهي الشباب، درع وعصب الامه الشعب المصري. معانا النهارده قيادات ناجحه ونموذج يحتذى به لمثال للنجاح والتميز، ودايما ان شاء الله باذن الله لازم هنسعى ونشوف سيرتهم زي التاي النهارده، وهنشوف احلامهم وطموحاتهم ايه لخدمه الشعب. اهلا وسهلا بيكم. ازيك يا دكتور محمود؟ اهلا بيك يا ميري. بارك الله. في الحلقه بتاعت النهارده احنا جايين لكم نماذج مشرفه لانها من الشباب، وهتتكلم النهارده كمان عن الشباب. زي ما احنا عارفين ان الشباب هم عماد الامه والعمود الاساسي اللي بيقوم عليه كل الحضارات وكل التقدم بتاع اي بلد من البلاد العالم بيقوم اولا من الشباب. فالنهارده الضيوف بتاعتنا ان شاء الله هتتكلم عن الشباب ودور الشباب في تطور الامه والارتقاء بمصر ان شاء الله. طيب في البدايه كده يا دكتور بعد اذنك كده عرفت بنفسك وقول لنا كده ايه هي انجازات حضرتك، تمام؟ وكمان قول لنا ايه هو دور الشباب في تطور مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اشكرك على المقدمه الجميله ديت، ويا رب ان شاء الله الناس كلها يكون عندها امل في قلوبها وابتسامه دايما في وجهها على اسم البرنامج الجميل بسمة امل. طبعا ليا الشرف ان انا قاعد معاكم. الشرف لينا. الشباب هو عماد المجتمع، هو العمود الفقري للمجتمع المصري. الشباب هو الطاقه. علشان كده احنا انا وشباب الحزب عندنا اتحركنا الفتره اللي فاتت ان احنا ازاي نقدر ان احنا نعمل عمليه وعي للشباب وننزل نحركهم معانا في الشارع، نقدر ان احنا ندخلهم على مشاريع صغيره، نقدر ان احنا نقف جنبهم في حاجات كتيره جدا في العمليات التعليميه والعمليه الصحيه. الفتره اللي فاتت طبعا اللي احنا عشنا فيها بتاعت فتره كورونا، جائحه كورونا، علمت الناس كتيره جدا الالتزام، علمت الناس كتيره جدا ازاي ان احنا نعمل عمليه وعي لحياتنا ولبيتنا. الشباب هو الطاقه المتجدده دايما عندنا في مصر، هو عماد المجتمع للمستقبل. علشان كده حزب المصريين وفر لينا النقطه ديت، وانا كنت من اول الداعمين لحزب المصريين. كان حزب مميز فعلا، ان انا يعني دخلته وحسيت فيه جوه يا استاذ محمود ان هو غير اي حزب تاني، في طاقه، في تحرك للشباب. عندنا طبعا سياده الرئيس دكتور حسين ابو العطا داعم للشباب تحت رايه طبعا سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دور الشباب الفتره الجايه مهم. قبل كده كان في هنقول تهميش للشباب فعلا، لكن الاداره الجديده تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت لنا الكلام دوت الفتره اللي فاتت، يعني بانت فعلا قدام الناس بالمؤتمرات الشباب اللي حصلت في شرم الشيخ وحصلت في اسوان من جميع انحاء العالم. انا عايش في شرم الشيخ، شفت الكلام ده بعينيا يا استاذ محمود، شفت قد ايه الشباب بيجروا على مصر، وقد ايه سياده الرئيس كان بيوفر للشباب الطاقه دايما وال بيدخلنا فعلا ان احنا ازاي نخش في مود نحب مصر، ازاي ان في ايدينا ان احنا نغير. وسياده الرئيس وفر لنا حاجه زي كده فعلا. كويس قوي. طيب انا كنت عايزه اعرف ايه هي اهم النشاطات لحزب المصريين؟
حزب دوره المصريين في الشارع المصري ايه؟ حزب المصريين الفترة اللي فاتت اشتغل على النقطة التعليمية، يعني هو وفر عندنا الفترة اللي فاتت ديت في حوالي 7 شهور اللي فاتوا كورسات مجانية على شكل واسع جدا، سواء تعليمية أو خدمية تمام أو صحية كمان، يعني مثلا كورسات ICDL كاملة دي بيكون مجانية 100% تمام لكل الشعب المصري بدون استثناء في جميع الأعمار. وفر لنا في الإسعافات الأولية كورسات لغات بجميع أنواعها، يسعى لكده بقى كل الكورسات اللي حضرتك ممكن تتخيلها يا أستاذ محمود تمام. دي مثلا نشاط من ضمن الأنشطة. النشاط التاني القوافل الطبية، في ناس كتيرة جدا في أماكن كتيرة جدا على مستوى مصر في الكرة ما بيكونوش قادرين يا أستاذ محمود إن هم يتعاملوا في عملية الدواء أو يروحوا للدكتور على مسافة بعيدة. طبعا احنا وفرنا القوافل الطبيه ديت على مستوى مصر كلها ودخلنا كره كتيره جدا، ساعدت ناس كتيره جدا والحمد لله، يعني احنا يزيدنا شرف ان احنا كل يوم نساعد اهالينا هنا في مصر الحمد لله. هننتقل للاستاذ احمد مجدي. اهلا وسهلا. ممكن حضرتك تقول لنا دور الشباب وتمكينه في المجتمع من وجهه نظر حضرتك؟ لو اتكلمنا عن دور الشباب، دور الشباب مهم جدا في المجتمع. ليه؟ لان هم عصب الامه زي ما كلنا عارفين والعمود الفقري للامه. لازم كل واحد فينا يبقى له هدف والطموح ملوش حدود. ليه؟ لان كلنا بنخاف على بلدنا، كلنا لازم نشارك في الحياه السياسيه، لازم نطور من نفسنا، لازم الفتره اللي جايه مشاركه المراه مهمه، لازم تنزل في الانتخابات. انا ليه بكلم الشباب؟ عشان الشباب دول مهمين جدا، 60% من مجتمعنا يا فندم شباب. فلازم الفتره اللي جايه مجلس النواب الانتخابات القادمه ان شاء الله البرلمانيه القادمه، بطالب الشباب اخواتي وحبايبي واصحابي، ودور المراه مهم جدا في المجتمع. المجتمع هتلاقي فيه ازدهار، فيه تنميه، فيه نجاح. الكل يشارك ويقول رايه، يعني اختار صح واعمل الصح. ليه؟ لان انت بترسم مستقبلك بايديك. حضرتك ما تختار شاب حضرتك عارفه، عارف فكره، عارف طموحه، عارف اهدافه، عارف البرنامج بتاعه، فده انت بتمثل شاب محترم تحت قبه البرلمان، هيدافع عن حقوقنا، هيحل مشاكلنا، هيكون متواجد في الدايره باستمرار. وعضو مجلس النواب يا فندم مش عن دايرته بس، لا، انت عضو مجلس النواب عن مصر كلها، انت نائب الامه، يعني نائب لكل المصريين، زي ما قلنا حزب المصريين لكل المصريين. بطالب شبابنا يشاركوا في الحزب وييجوا يحضروا الفعاليات والكورسات والقوافل الطبيه المجانيه والكورسات، وتعالوا نورونا. ليه؟ لازم يبقى لك دور. انا بزعل جدا لما الاقي عزوف الشباب عن الحياه السياسيه، ده غلط. لازم تنزل وتشارك وتقول رايك، لازم يبقى ليك هدف وليك كلمه. لازم يا فندم. لا، الراي القوى الفعاله في الانتخابات الشباب. الشباب عدد كبير جدا، دوره مهم جدا الفتره اللي جايه. ومجلس النواب القادم يختلف عن اي مجلس سابق. ليه يا فندم؟ هيبقى ان شاء الله معظمه شباب، المراه، مسيحيين، ذوي الاحتياجات الخاصه. فهيختلف عن كل مجلس سابق، وهتحسي حضرتك بدور فعال جدا في المجتمع. النائب هيكون موجود في الدايره، النائب هيعمل طلب احاطه، هيعمل استجواب، هيبقى قايم بدوره، هينزل الشارع يحل مشاكل كتير ويعمل مصالح عامه. هتلاقي الشاب 24 ساعة التليفون اونلاين شغال مع الناس، هيحضر الجلسات. في ناس ما بتحضرش الجلسات، سامحني وانا اسف، ولكن دي الحقيقة، الحقيقة المرة. كل الحكاية احنا عاوزين واحد مننا عايش وسطنا، واحد من الناس لكل الناس. انت نائب الأمة، لازم تدافع عن جيلك وتدافع عن كل المصريين. كل الحكاية انا بطالب مشايخنا، اخواتنا، شبابنا، لازم تشاركوا، يبقوا ايجابيين، ما يبقوش سلبيين ويبقوا تبع حزب الكنبه زي ما لا بيقول. ما ينفعش، ما ينفعش. لازم طيب. ننطلق الفتره اللي جايه وتكون انطلاقه جديده ان شاء الله. هننتقل للدكتور احمد، من وجهه نظرك ايه هي سمات الشباب الجيل الجديد؟ احنا نبدا بالجرأه والشجاعه. الجرأه والشجاعه هي السمه الاساسيه اللي لازم تكون في اي شاب. عندك راي، لازم يكون عندك شجاعة. من غير شجاعتك رأيك ملوش لازمة. الشجاعة بتخليك تقول رأيك بقوة، ومش لازم يكون رأي سلبي، ممكن يكون رأي إيجابي. ورأي الإيجابي ممكن فعلا الإدارة عندنا والبلد عندنا بتحترم جدا الشباب. ممكن السمة بتاعتك دي تكون غير أي حد. احنا عندنا نيوتن في زيه كتير في العالم، بس نيوتن كان مميز. كان مميز، اكتشف حاجه ما حدش اكتشفها. فعندنا الشباب ممكن ان هو يكون عندهم نقطه مش موجوده عند حد. اطلع واتكلم، خلي عندك جرأه وعندك شجاعه. بالظبط. النقطه الثانيه، لازم يكون عنده وعي.
لازم يكون عنده وعي ان احنا في فتره حرجه. مصر قويه ومصر قويه بشبابها، فانت لازم تكون قوي وتكون عارف ويكون عندك وعي ايه اللي بيحصل، ولازم تكون فاهم انك انت المستقبل، انت اللي قدام. انت لازم يكون عندك وعي دلوقتي عشان انت اللي هتكون ماسك قدام، انت اللي هتكون في ايدك قدام القرار. فلازم الشجاعه والجرأة، ده غير دي اهم حاجه وغير المخاطره. ودي حاجه انا حابب ان انا بس اتكلم مع الشعب عامه وللناس الناخبين بصفه خاصه، الناس اللي هم هينتخبوا ان شاء الله. سيبوكم من حته ان انا عشان ده شخص معروف فانا هنتخبه، او ان هو عشان شخص بيديني حاجه فانا هنتخبه، ده طبعا اكيد عارفين الكلام ده. الجرأة زي ما الدكتور قال لنا دلوقتي، لازم يكون في عندنا جرأة، ولازم كمان يكون عندنا وعي. ما يبقاش ان احنا بنمشي ورا اللي بيمشي وخلاص علشان شخص وعدني وعود كاذبة، او ان هو بيديني حاجة مقابل الصوت بتاعي دوت، فهنا عمر بلدنا ما تتقدم ابدا. فلازم زي ما الدكتور قال بالظبط، لازم يكون عندنا الاحترام والجرأة وكمان الوعي، مهم جدا جدا جدا. اللي بعد كده انا حابب اسأل الاستاذ احمد، لو سمحت انا عايزك كده تتكلمني الاول ازاي ان احنا هنمكن الشباب في الفتره اللي جايه من تطور المجتمع ومن تقدم المجتمع، وازاي الدور الشباب دوت هيسهم ازاي في تقدم المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. معظم الشباب بيمتلك قدرات خاصه. ليه سيادتك؟ بيبقى عنده طموح، فهو دايما يطور من نفسه، ياخد كورسات، بيحضر مؤتمرات، بيشارك في فعاليات، مهرجانات، ندوات. فالثقافة في الشاب دايما بيذاكر، دايما بيطلع على كتب، فكره بيبقى خارج الصندوق. فهتتكلم حضرتك عن الشباب، لا، الشباب قوة كبيرة في مجتمعنا، فلازم نشجعهم، لازم نقف بجوارهم، لازم ندعمهم، لازم نساندهم. ليه؟ لأن الفترة اللي جاية فترة الشباب. فأنا مبسوط جدا من نشاط إخواتي وحبايبي في شباب حزب المصريين، الدكتور أحمد سعد عامل حالة جميلة جدا في محافظة الشرقية، مركز أول وتاني الزقازيق والأنيات. ببقى فرحان أي حد بيبقى عامل شغل جديد، ببقى سعيد وفي قمة السعادة. ليه؟ كلنا بنكمل بعض. عندي في دايرة متغمر، مركز مدينة متغمر، شباب مثقف، شباب واعي، شباب مدرك، شباب بيحب الحياة السياسية. واوعى تتخيل حضرتك المال السياسي او سماسرة الانتخابات هيبقى لهم تأثير، لا اطلاقا، ما لهمش تواجد في الشارع ولا محبوبين. يعني سماسرة الانتخابات خلاص معروفة، الناس بتتجنبهم لان الناس بقى عندها وعي. والمعركة اللي جاية يا دكتور محمود معركة وعي، لازم كل واحد فينا يقول صوته ويروح للجنة الانتخابية ويشارك في الحياة السياسية. ليه؟ من اجل مستقبل افضل، من اجل الاجيال القادمة، من اجل اولادنا، اخواتنا، حبايبنا. عاوزين نائب يكون فعلا نائب الامة، نائب يكون له دور ايجابي في المجتمع. كل الحكاية اللي احنا خايفين على مستقبلنا، فلازم ننزل ونشارك. ليه؟ لان دي بلدك، هتخاف على بلدك؟ ايوه لازم تخاف على بلدك، لازم تقول كلمه حق لله هتتحاسب عليها يوم القيامه. كنت دايما اقول يا ريت نواب الشعب يدافعوا عن الشعب. ليه؟ ما بيدومش لحد، دمت لمين؟ اوعى الكرسي تتخيل حضرتك اللي ادانك قاعد عليه او طول العمر او مدى الحياه، لا، لازم تدي فرصه لغيرك، ادي فرصه للشباب، ادي فرصه للطاقه الايجابيه اللي موجوده في مجتمعنا. ليه؟ لان احنا بنقول الشباب هو الحل، الشباب عصب الأمة، الشباب المستقبل، فالمستقبل للشباب والشباب قادمون. هتيجي تلاقي في أي دايرة في أي محافظة شباب طاقة إيجابية، باور رهيب جدا. لا، أنا دعمهم وساعدهم وفعلا أقف بجوارهم. ليه؟ عشان نخلي مصر الجديدة، عشان نحس بتفاؤل، نحس بنظرة أمل للمستقبل. وأنا مبسوط من اسم البرنامج بسمة أمل. ربنا من هنا عشان يبقى لينا بسمة أمل للشباب. هواجه سؤالي للدكتور أحمد، ايه المقترحات اللي بتقدمها لتفعيل دور الشباب في المجتمع؟ لازم الشباب نعمل لها برنامج تأهيلي مهني وحرفي. دي نقطة مهمة جدا، ولازم الحكومة تساعدنا بحاجة زي كده. برنامج تأهيلي مهني وحرفي، ودي أول حاجة نبدأ نتكلم فيها علشان نبدأ نطبق صح. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون في مشاريع للشباب، الشباب يكون لها عائد حتى لو عائد رمزي. مشاريع للشباب، ودي لازم تتبناها وزارة الشباب والرياضة. لازم يكون في عائد للشباب، الشباب حتى لو هو شغال اكتر من شغلنا،
بس لازم يكون لي عدد ساعات معينة البلد بتديها له يقدر يكون منها عائد، عائد بسيط. دي مقترح مهم جدا. المقترح الثالث لازم يكون في تطوع لتحسين البيئة عندنا في مصر. تحسين البيئة عندنا في مصر يا استاذ محمود في إهمال كبير جدا. أكيد. جدا. تمام. احنا ممكن نساعد في حاجة زي كده، احنا كلنا بنعترض لكن ما بنساعدش. بننقد. احنا شعب بيحب يعترض. لكن ممكن نحل، يعني احنا ممكن نعترض ونحل. من غير ما نعترض، من غير ما نحل هنعترض ازاي؟ ما كده ما فيش حل. فده مقترح برضو تالت، ان انا يعني عملية تطوع. انا بناشد كل اهل الشرقية وبناشد كل اهل مصر، تطوعوا في اي مبادرة تنزلوا تغيروا بيئة. ساعدوا بعضيكم، ساعدوا بعضيكم، هنلاقي كل حاجه جميله وبسرعه. مش نحمل كل حاجه على الاحياء. ممكن نسخر قدرات الشباب والمواهب بتاعتهم في تجميل البيئه. هقول لحضرتك على حاجه، يا فندم. احنا في مصر عندنا في حاجه مش موجوده في دول كتيره جدا. عندنا ان احنا الشباب بيحب يبتكر. فعلا بيحب يبتكر جدا. ابتكر، انا عاوزك تبتكر. ابتكر. ايه المشكله انك انت تبتكر؟ انت ممكن تبتكر الفكره دي تساعدنا ان احنا نحل مشاكل كتيره جدا. طب بمناسبه الابتكار خليني اقطعك. اتفضلي. عندنا بالظبط 200 طالب في منظمه الايسف على مستوى الشرقيه. 200 مبتكر طالب ما شاء الله، مش لاقيين سبونسر. وافكار انا عرضتهم قبل كده، افكار يعني تعمل طفرة كبيرة جدا في البحث العلمي وفي المجتمع المصري. للأسف في منهم استسلموا انه يبقوا طيور مهاجرة، اتعرض عليهم طبعا منح كتيرة وخلاص. لكن لأن السبب الرئيسي من ليه؟ لأنهم ما عندهمش سبونسر. انتوا كداعمين للشباب؟ لا، انا اقف جنبهم. ايوه. وبنشد الناس ديت ان هم يجوا ينوروني في مقر الحزب الشرعية. عنده مبتكر وعايز تدعيم مادي طبعا الاختراع بتاعه ده يطلع للنور، يبقى مفيد للمجتمع. الدكتور حسين ابو العطا يعني اقول لحضرتك ايه، من عاشق الشباب ديت، عاشق الشباب المبتكره. ينورونا الشباب في الكليات، ينورونا ونقف جنبهم في المراحل الدراسيه، المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. ده عبقري، ده شاب عبقري. وبنات صغيره كمان يا فندم. ولو حضرتك على تواصل معاهم يا ريت حضرتك تبلغيهم يجي ينورونا في مقر الحزب على مستوى مصر كلها. احنا فاتحين في كل محافظات مصر، يجي ينورونا في اي مكان ويقدموا الحاجه بتاعتهم. وتاكدي وانا هتحاسب على الكلام ده، تاكدي ان احنا هنقف جنب الشباب ديت. لان احنا بندور على الشباب المبتكره. ايوه، ده احنا محتاجينهم، احنا فعلا محتاجينهم. خلاص، دعوه لجميع الشباب المبتكرين على مستوى الشرقيه انهم يتجهوا لحزب المصريين لتدعمهم باذن الله. نوروني دكتور. تأييدا لكلام حضرتك في الحلقه اللي فاتت لما كنا عرضنا الفكره اللي هي بتاعت مجموعه الشباب اللي اسمها امورنا الخير. الحلقه اللي فاتت دي مجموعه من الشباب برضو زي ما حضرتك قلت ان بيبقى لهم تاثير فعلي وايجابي على المجتمع بتاعنا. دول كان مجموعه من الشباب جمعهم الخير بس، وان هم عايزين يساعدوا المجتمع بتاعهم والبلد بتاعتهم من لا شيء خالص. دلوقتي عاملين طفره بسم الله ما شاء الله في هم في الشرقيه، عاملين طفره كبيره جدا جدا في البلد. تغييرات على ارض الواقع، تحسين في البيئه، شيل الحاجات اللي هي بتاعه القناه والكلام ده كله. وحاليا دلوقتي كمان عملوا مركز طبي، وده كله برافو عليهم. والله برافو عليهم. الشخصيه بتاعت الشباب، شباب الشرقيه مجتهدين على فكره يا استاذ محمود، مجتهدين جدا وفي وقت قصير جدا، في 8 شهور بس كان كل ده حصل. ففعلا الشباب لهم القوه الضاربه في التطور. برافو عليهم. والشباب المبتكر واخد المركز الاول على مستوى الجمهوريه. ما شاء الله. احنا لازم نكرم الناس دي ان شاء الله. ده حقيقي لازم نكرمهم. حزب المصريين اختراع. رجاء بعد الحلقه ناخد ارقامهم من سيادتك ونتواصل معاهم ونروح نكرمهم. واي مساعده احنا الباب الحزب مفتوح. طبعا هم الشباب ده ظهره المجتمع، انتوا اللي هتدعموا ان شاء الله بامر الله. لينا الشرف العظيم، كلنا بنكمل بعض وكلنا لازم نساعد بعض ونقف جنب بعض ونشجع بعض، لان ده ممكن هيطلع في يوم من الايام عالم جليل هيفيد البلد. علماء طبعا طبعا، فبنساعدهم وبنشكرهم. اخر نقطه في نقطه المقترحات، تمام، اتاحه الفرص السياسيه من الاهالي للشباب. يعني اي شاب حابب ان هو يخش السياسه اهله بيعترضوا على طول. لا ما تخشش السياسه، لان عندنا عمليه الوعي بتبدا من البيت يا استاذ محمود. فعلا. تمام. دايما بيكون في هنقول حضرتك ايه، مفيش حاجه ايجابيه في العالم السياسي موجود جوه البيوت.
في توجهات وفي كلام كتير جدا بيطلع على الميديا فالاهالي بيقلقوا. لا انا بناشد كل الاهالي في مصر, بناشد كل الاهالي في مصر, لا خلي ولادكم ينزلوا دعموا البلد, اقفوا جنب البلد, اقفوا جنب سيادة الرئيس. سيادة الرئيس عامل شغل يا جماعه في مصر غير طبيعي بجد. احنا شفنا طفره. انا كشاب اهداف التنميه المستدامه ده حقيقه يا فندم. انا كشاب في فرص كتيره جدا يعني بقيت متاحه ليا ما كانتش موجوده قبل كده ولا كانت موجوده للجيل اللي قبليا. فنزلوا الشباب يخش في العالم السياسي يحتك, انتم مستقبل الشباب, ولادكم هو المستقبل, هم المستقبل. فلازم الاتاحه للفرص السياسيه للشباب من عن طريق الاهالي. البلد كده كده خلاص سياده الرئيس بقى فاتح للشباب الموضوع دوت. بسم الله ما شاء الله حضرتك طبعا نموذج, ربنا يخليها قدوه للشباب, نموذج فعلي. انا عايزه تقول للمشاهدين طريق النجاح اللي انت قابلته في حياتك لحد الان. طريق النجاح انك انت ما تقعدش على القهوه, انزل اشتغل. قول لهم انت اشتغلت اول ما بدات تشتغل وتبقى عضو ليك, عضو فعال ونشط في المجتمع وقدمت خدمات وبقيت دور ايجابي انت وانت عندك كام سنه واي مرحله دراسيه؟ بدات وانا عندي 18 سنه ايام كنت تانيه كليه صيدله جامعه الزقازيق. اشتغلت في مجال السياحه, مجال التسويق, لان الصيدله اصلا بتعتمد بعد التخرج فيها يا استاذ محمود على التسويق. صح. فانا سلكت طريق التسويق في كل حاجه. فكانت الاسهل بالنسبه لي ان انا وقت ما بكون عاوز اتفسح مثلا من اجازه الجامعه بطلع اصيف. فموضوع قلب معايا ان انا بقى كارير. الكارير دوت لقيته في عمليه استمتاع وفي عمليه علاقات عامه جميله اقدر افيد فيها الناس وناس تقدر تفيدني فيها. توسع على 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 فئات كتيره جدا وثقافات مختلفه. فاشتغلت في السياحه بدات في السياحه وانت في الكليه وانا في الكليه وفتحت شركه وانا في الكليه ما شاء الله. الحمد لله ونطفق ولا بالله طبعا طبعا. ودعم طبعا دكاترتي في جامعه الزقازيق كليه الصيدله طبعا. أيوة. اهلي واخواتي طبعا ودكاترتي يعني معلميني. وطبعا دعم بقى الدكتور ممدوح سعد والدي, ده بنوجه له التحيه. دكتور ممدوح التحيه طبعا دكتور ممدوح سعد والدي العزيز, يعني الـ الاب الروحي طبعا, غير ان هو والدي طبعا. طبعا دور الاسره دور فعال جدا طبعا الايجابيه شخصيا ناجحه. دكتور ممدوح والدي بيبخ ايجابيه ورائع ان شاء الله, بيبخ ايجابيه دي حقيقه. واضح انه مشجعك وليه دور كبير قوي طبعاً في طريق نجاحك. هو اشتغلت بعد كده في الدعايه والاعلان, كان برضو بالنسبه لي شغلانه جميله جدا وعلاقات كويسه جدا وكارير نظيف. فانا بقول للشباب الموضوع مش صعب, بدل ما تقعد على القهوه انزل اشتغل, انزل اتعرف على شخص 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 هيفيدك, وانزل شارك في الاحزاب. الاحزاب بتفيد كتير, علاقات عامه بيقدر يفتح لك شغل كتير. الشاب يكون عنده كام سنه على طول يدخل في حزب المصريين يشارك معاك؟ من اول ما طلب بطاقه. يعني من اول 16 سنه, لان فعلا فعلا معظم انا زرت الحزب يا جماعه الشباب اللي موجودين فيهم فعلا من سن 17 18 وما شاء الله عندهم قوة يعني وطموح كبير جدا للنجاح وتحقيق الهدف, لأنهم شايفين قدامهم نموذج, نموذج للشباب بقى يعني شخصية قيادية, وإن شاء الله بإذن الله هتمثلهم في مجلس النواب إن شاء الله يا فندم. وفعلا توفيق ليكم جميعا ربنا يخليك. وفعلا أنا الناس اللي معايا الفترة اللي فاتت ديت من أول ما نزل الحزب المصريين في الشارع الشرقاوي, فعلا انا لقيت اقبال من الشباب الصغير من اول 17 18 سنه في مفوق دي. شريحه فعلا ممكن ما كانتش موجوده يا فندم عند اي حد. حلوة ما كانتش موجوده, ما كانتش بتتحرك الشباب دي, كانت كلها بتقعد. لا دلوقتي بينزلوا يشتغلوا, بقوا بينزلوا دلوقتي يظهروا في العالم السياسي. لا نجاح سياده الرئيس عمل نجاح عمل نجاح. حابب اخد من حضرتك مصطلح النجاح وقصه النجاح بتاع حضرتك واسال الاستاذ احمد اتفضل. ايه هو الفرق ما بين الشخص الناجح والشخص الفاشل؟ بناء الشخصية. الأب والأم لهم دور كبير جدا في بناء الشخصية. التنشئة لازم تكون تنشئة سليمة. الأب لازم يكون طاقة إيجابية, لازم يشجع ابنه, لازم يشجع بنته, لازم الأم تكون يعني بص مرايتك, تصرحك بالحقيقة. لازم تهتم بمستقبلك, لازم توفر لك سبل الحياة وهدوء, تعمل لك معسكر أيام الامتحانات. إخواتك الأب والأم لهم دور كبير جدا في بناء شخصية أي إنسان ناجح. هتلاقي حضرتك في مجتمعنا المجتمع المصري الأب هو القدوة والمثل الأعلى,
فزي ما الدكتور احمد سعد بيشكر في معالي الدكتور ممدوح يعني اب روح لينا ومصدر للطاقه الايجابيه. طبعا برضو نرجع لموضوعنا، والدي اثر كتير جدا في شخصيتي، مهندس مجدي عبد الرحيم كان طبعا في التنميه المحليه، ووالدتي برضو كانت في المدرسه. فانت تلاقي بيبني انسان ناجح بيشجعك، لازم يقف جنبك ولازم يشجعك ولازم يديك طاقه ايجابيه ولازم يديك حافز للحياه. اي اب واي ام ليهم رساله في المجتمع. انا بناشد اي اب واي ام، ازرع في ابنك الطموح، ازرع في بنتك الطموح، لازم تبقى انسان ايجابي، لازم تبقى انسان ايجابي. ومن الصغر نفسك تطلع ايه؟ دكتور، مهندس، حضره الضابط، ودايما تقول له يا دكتور صباح الخير، يا حضره الضابط، يا باش مهندس، حضرتك بالظبط. انت حضرتك يا فندم بتنشئ انسان له دور فعال في المجتمع. لازم اوعى تعمل لابن حضرتك او بنت حضرتك احباط او طاقه سلبيه. ليه؟ ما ينفعش. لازم كل واحد فينا يشجع، حتى لو زميلك في الدراسه، حتى لو جارك، حتى لو قريبك، لو معاك في الشغل، لازم تبقى وزير السعاده، لازم مصدر السعاده، لازم تشجع طبعا، لازم تشجع زمايلك، لازم تشجع جارك. الابتسامه الجميله اول ما تصحى من النوم كده ابتسم في المرايه، يومك بيبقى جميل. وتوكل على الله وكن مع الله، هتلاقي الدنيا كلها ميسره لك. ليه؟ لان النيه خالصه لله. واحنا داخلين انتخابات ليه؟ احنا ولا محتاجين سلطه ولا جاه ولا فلوس ولا منصب، احنا نفسنا نخدم الناس، نفسنا يبقى لنا دور ايجابي، دور عضو مجلس النواب، دور تشريعي ودور رقابي. لازم نقوم بدورنا في المجتمع. وفي شباب كتير كانوا في مجلس النواب محترمين واصحاب فكر واصحاب رؤيه، وان شاء الله انا متفائل جدا الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا ينصرنا ويوفقنا الفتره الجايه، وان شاء الله تستضيفونا وانا والدكتور احمد سعد تحت قبه البرلمان ان شاء الله. دايره متغمر دايره قويه، الناس فاهمه وواعيه، شرفاء كتير، ناس متغمر وشباب متغمر ونساء متغمر، لا يباع ولا يشترى. زي الزقازيق برضو، اسم اول واسم تاني، والانيات قمه من الشهامه والجدعنه والرجوله. احنا من سامحني احنا جنب بعض يعني، متغمر الزقازيق جنب بعض 20 دقيقه. فتلاقي ايه؟ الجدعنه، ولاد البلد، الشهامه، الرجل اللي ضحي من ماله ووقته ومجهوده وصحته من اجل ايه؟ اقتنع بفكر الدكتور احمد سعد او اقتنع بفكر احمد مجدي، فتلاقي بيضحي من اجلك، وتلاقي يكتب على النت وحب في الله. احنا لا نريد جزاء ولا شكور، احنا كل الحكايه عاوزين نوصل صوتنا تحت قبه البرلمان. يبقى شباب مصر ليهم نائب لكل المصريين، نائب الامه، واحد من الناس لكل الناس بالظبط. مقراتنا مفتوحه 24 ساعه، اتصل علينا في اي وقت هتلاقينا متواجدين. الدكتور احمد سعد في المقر متواجد على طول، والحمله بتاعته وشباب زي الورد عندي في المقر في متغمر. الناس يا ريت تنورني، سهرات الكوبرا بلدي والدواير والكره اللي حوالينا والعزب والنجوع والكفور، تعالوا نورونا. حزب المصريين لكل المصريين، حزب المصريين ان شاء الله هيعمل حاله جديده في الحياه السياسيه، والفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى الشباب تحت قبه البرلمان نسبه كبيره جدا، وانا متفائل جدا وان شاء الله ربنا يوفقنا الفتره اللي جايه. طب هنتقل للدكتور احمد. اتفضل يا دكتور احمد. حضرتك بتعتقد ان الشباب في الفتره الحاليه حاسين بالفتره بالتغيرات الموجوده في فتره حياته دلوقتي؟ والله يا فندم التغيرات السياسيه والاحداث اللي بتحصل في المجتمع المصري هم حاسين. واللي يدل ان هم حاسين المؤتمرات اللي عملها سياده الرئيس. المؤتمرات اللي عملتها سياده الرئيس بيجيها كميه بشر على مستوى مصر، مؤتمر الشباب، مؤتمر الشباب على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. بعيدا ان انا كنت بشارك في المؤتمرات ديت يا استاذه، انا كنت بشوف بعينيا كميه بشر، كميه حب، كميه شباب بتروح عاوزه تخش، عاوزه تسمع، عارفه ان هي هتخش جوه هتاخد كميه خبره من ناس مخضرمه سياسيا غير طبيعيه، غير انهم بيتقابلوا مع رجال اعمال كبار في المؤتمر ده فعلا. هقول لحضرتك برضو كمان على نماذج. سياده الرئيس اتاح فرصه لبعض الشباب، ربنا يوفقهم طبعا، بقوا دلوقتي نواب وزراء ونواب محافظين. عندنا في الشرقيه بقى في شابين دكتور ودكتوره نواب محافظين، تمام، محدش فيهم كويس جدا. الاثنين 36 سنه. فبسم الله ما شاء الله نماذج مشرفه جدا في محافظه الشرقيه. تمام، فهي الناس بقت فاهمه والناس بقت واعيه. الشباب بدا يفهم ان هو ليه دور، قبل كده ما كانش ليه دور، دلوقتي بقى ليه دور فعلا. سياده الرئيس فعلا بيدعم الشباب، هو الراعي الرسمي للشباب في مصر. انا ده رايي فعلا، وده اللي حببني ان انا اخش العالم السياسي يا استاذ نبيل.
ان شاء الله بالتوفيق باذن ربنا يخلي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك يعني، وقدوه مميزه وناجحه جدا للشباب وتساعدوهم في تحقيق اهدافهم يا رب باذن الله. وفي نفس الوقت انتوا هتقوموا المجتمع المصري يا رب دايما نبقى وهتبقوا القيادات القادمه لمصر باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم ان شاء الله. انا عايزك كده يا مستر احمد تدينا كده او تدي للشباب عامه، بما ان حضرتك انت والدكتور احمد مرشحين محتملين للشباب نعم. يعني او من فئه الشباب، عايزكم تدوا نصيحه كده للشباب وتحسهم وتشجعوهم ان هم يشتركوا في الانتخابات اللي جايه، لان زي ما احنا اكيد طبعا احنا مش مفصلين عن الواقع يعني نعم. الفتره اللي فاتت دي كلها كان في عزوف كبير جدا من الشباب عن الانتخابات، فعايز حضرتك كده تدي نصيحه للشباب وتحسهم وتشجعهم ان هم يشتركوا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. احنا الفترة اللي فاتت طبعا حصل عزوف الشباب في مجلس الشيوخ، دي حقيقة وده واقع وشفناه. انا بطالب الفترة اللي جاية في مجلس النواب ان شاء الله انزلوا وشاركوا، لازم تدي صوتك اللي يستحق صوتك بجد، لازم تقول الصح للانسان اللي شايف حضرتك فيه الخير، متوسم فيه الخير، يكون متواجد في الدائرة، يكون فعلا صوت الحق، يدافع عن المواطن البسيط والمحدود دخل والفقير والغلبان اللي احنا منهم. كل الحكاية اللي لازم ترشح واحد مننا عايش وسطنا، واحد يحضر الجلسات مش ما يروحش المجلس خالص. كل نفسي لازم تشارك وتقول صوتك للي يستحق، هتلاقي المستقبل كله خير. احنا ثقة في الله الخير هيجيب خير، لان النية خالصة لا شباب اللي هننزل الانتخابات تحت يعني تحت مظلة حزب المصريين، شباب له فكر له طموح له برنامج. كل الحكاية اللي احنا بنقول الشباب الفترة اللي جاية تمكينهم مهم جدا في المجتمع. ليه؟ لان دول عصب الأمة، لان لازم يشاركوا في الحياة السياسية. وبقول بأبيات شعر كده جميلة، علي صوتك وعداري صمت سكوتك في سكوتك موتك، قول وانا دايما وياك، قول وخطايا سابقة خطاك، بس اوعى معاد القطر يفوتك في سكوتك موتك، انزل وشارك، اوعى تخاف من حد. المال السياسي ملوش ثقل في الشارع المصري، الناس بتقول الحقيقة. عمر ما كرتونة ولا زيت ولا سكر ولا بطانية هتشتري صوتك، لا انت بتختار نائب لخمس سنين، اختار نائب يدافع عن حقوقك ومتطلبات الحياة. وان شاء الله الفترة اللي جاية تكون حياة كريمة ومصر في الزهار وتنمية، وانا متفائل جدا بشبابنا والناس هتختار صح ان شاء الله. شكرا لك باذن الله استاذ احمد. وحضرتك دكتور احمد تحب توجه رساله اخيره كده قبل الفقره بتاعتنا وتخلص للشباب؟ الشباب لو ما اتحركتش يا استاذ محمود الفتره الجايه، اللي عنده 20 سنه دلوقتي الانتخابات الجايه هيكون عنده 25 سنه، واللي عنده 25 سنه الانتخابات الجايه هيكون عنده 30 سنه. فانت انزل وساعد نفسك ان يكون واحد منك وواحد من جيلك، واحد فاهمك وفاهم الجيل بتاعنا بيتكلم في ايه، يكون جوه يعرف يتكلم بعد كده بصوتك، يعرف بعد كده انت تتصل بيه تلاقيه جنبك. صح. انزل عشان انت لو نزلت هيكون في تغيير، انت لو ما نزلتش ما تزعلش قدام فيه. فعلا. لازم والشباب تتحرك. من سن 25 سنة ل 35 سنة زي ما حضراتكم عارفين، و 40 سنة على دماغنا، على دماغ شباب مصر. كل الحكاية لازم دول طاقة إيجابية، هيعرف يجري في الوزارات، هيعرف يفكر صح، هيفكر خارج الصندوق. فالفترة اللي جاية إن شاء الله مهمة جدا. أنا بطالب أي أخت أي أخ فاضل انزل وشارك في الحياة السياسية، الانتخابات البرلمانية والمحليات نفسي كلها تبقى شباب، يا ريت شباب مصر يشاركوا في المحليات. الوضع هيتغير صدقيني للأفضل والأحسن إن شاء الله، من أجل مستقبل أفضل لينا والأجيال القادمة إن شاء الله. وفي نهاية الفقرة بتاعتنا يا ريت يكون الضيوف بتوعنا ساهموا ولو بقدر بسيط جدا بتغيير العقلية اللي سائدة للأسف دلوقتي عند الشباب، وتحاولوا إن شاء الله الفترة اللي جاية أنكم تشتركوا وتنخرطوا شوية في العمل السياسي، وإن شاء الله تنزلوا الفترة اللي جاية كمان في الانتخابات، وإن شاء الله ربنا يصلح على أيديكم المجتمع بتاعنا ويصبح أكثر تطور وتقدم الفترة الجاية إن شاء الله. واستنونا إن شاء الله بعد الفاصل مع بسمة أمل تانية بإذن الله هتعجبكم إن شاء الله بعد الفاصل.